في ندوة تطور العلوم الفقهية. الحقيقة بيسهل من المهمة الأوراق التي قدمت من قبل أوضحت أفكار كثيرة لا داعي لتكرارها. أتكلم عن فكرة محددة وهي أهمية المحافظة على الماء من جانب المجتمع المدني، باعتبار أنه الماء سر الوجود وهو أصل الكون. أكثر من حوالي 3/4 الكرة الأرضية مغطى بالماء، أغلبها مياه مالحة في البحار والمحيطات ومجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي وبعض المناطق الجامدة، وبعد ذلك نسبة بسيطة من الماء السائل يعادل 1% من كمية الماء في العالم هي اللي بتعيش عليها الكرة الأرضية. هذه النسبة وهي المادة السائلة أو الماء السائل، 10% منه من الأنهار، 60% مياه جوفية، و30% مياه مطر وماء في البخار الجوي أو في الجو. ده يبين لنا أن نسبة المياه اللي الكرة الأرضية عايشة عليها نسبة محدودة جدا، وأن ربنا سبحانه وتعالى حفظ الماء سواء بالملح أو بالتجمد. هذه النسبة المحدودة المتاحة يجب الحفاظ عليها لحياة الكرة الأرضية بكل ما عليها من بشر ونبات وحيوان. مفروض ان في خطرين بيهددوا الماء زي ما بيهددوا البيئة بالضبط. استنزاف الماء نفسه لأن كمياته محدودة، ثم تلوثه. دول الخطرين اللي بيهددهم الماء على الكرة الأرضية: الاستنزاف ان الماء ما تكفيش، والتلوث نفسه ان المياه تتغير خصائصها. الاستنزاف كمية المياه ثابتة ما بتقلش على مدى التاريخ، المياه ما قلتش نقطة واحدة بدورة الهواء والتبريد والتبخر، كمية المياه ما بتقلش، لكن الطلب عليها هو اللي بيزيد، والاستهلاك في الأوجه المختلفة، زيادة عدد السكان دلوقتي غير زمان بتتضاعف، الاستعمالات المختلفة، الاستعمالات الحديثة في الصناعة، توسع في الري، الغابات والصحراء اللي بتتزرع، كل ده بيحتاج لمياه. في ضغط غير عادي على كمية المياه الموجودة، في طلب عالي جدا على المياه في الوقت اللي نفس الكمية موجودة ثابتة ما بتزيدش، والطلب عليها سواء بزيادة عدد السكان أو بالاستعمالات المختلفة. لذلك المشكلة اللي عايشها العالم حاليا وهتبان في المستقبل هي مشكلة المياه، ان نظرة المياه ونقص المياه تقريبا دلوقتي حسب الاحصائيات، كل الاحصائيات اللي انا حاول عليها كلها 2019، تقريبا نص سكان العالم عندهم بيعانوا من نقص من المياه. عندنا 1.5 مليون سنويا بيموتوا بسبب تلوث المياه، تلوث في حد ذاته. الإحصائيات الأشد إن في أكتر من 40% أو 60% من سكان العالم، يعني 4.5 مليار شخص ما عندهمش دورات مياه في المنزل، عندهمش مرحاض، عندهمش مية، يبقى عندهم برا المنزل أو دورات مياه مشتركة. في ما يقرب من 1 مليار بالضبط، 861 مليون شخص ما عندهمش اصلا دورات مياه. ده بيرتبط بالميه وضرها والضغط عليها واستعمالاتها وتعرضها للاستنزاف. احنا دلوقتي بنستعمل الميه مع المدنيه، لان زمان الانسان ما كانش شفنا الاوراق اللي عرضت
الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتوضأ وبيستحم بحوالي زادة مية نص لتر ما يعادل يعني المد أوسط. دلوقتي يعني عندنا رفاهية في استعمال المياه، عندنا إسراف في استعمال المياه، كل ده ضغط على الماء. كميته زي ما هي محدودة والعرض والطلب عليها عالي جدا، فده بيؤدي إلى المشكلة اللي احنا موجودين فيها حالياً.